لنتعرف أكثر على دور الرياضة والرقص في العلاج النفسي للأطفال. بصرنا أنه نرحب بالكوتش هيا إبراهيم، مدربة رياضة ورقص. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير لكم ولكل حدا عم يشوفنا اليوم. يمكن بالبداية ذكرنا أنه رغم الظروف ورغم العوامل المتعددة اللي رافقت العديد يعني من حتى الأطفال، نحن ركزنا أيضا على الأطفال، دائما في فسحة يمكن فينا نفرغ فيها الطاقة، فينا نعطي باور لنرجع نعيد النفسية من جديد، منا الرقص ومنا الرياضة. خبرينا كيف هيدي القصة ممكن تفرغ طاقات سلبية وتشحننا بشيء إيجابي وننطلق من جديد للحياة. تمام، هلأ الكلام اللي حكيتيه جدا مهم ومن الواقع اللي نحن عم نعيشه. الأزمة والحرب أثرت علينا كلياتنا مو بس على الأطفال، الطفل مكون كتير أساسي وحساس بالمجتمع، لهيك نحن قد ما فينا من نحاول نكون عم نهتم فيه قدر الإمكان. هلأ القصص اللي عم تأثر عليه أكثر هي المحيط، الأزمة، المدرسة، يعني كل ما فتى للطفل وين ما راح وين ما إجا عم يلاقي تأثير. هي التأثير اللي عم يصير عليه للطفل عم يولد عنده سلوكيات ما نظابطة، عم تزعجه، عم تزعج الطلاب اللي حواليه، عم تزعج رفقاته، عم تزعج الأهل حتى. هي السلوكيات هي بدنا نعرف إنه الطفل هو مانو هو متقصد إنه يعمل هي السلوكيات، هو بالنهاية هي السلوكيات عم تعبر عن شيء جواته هو مانو قادر يطلعه بشكل صحيح. هي رسالة الأهل بدها تفهمها إنه ساعدوني أنا تعبان. تمام، هي يمكن دائما الأطفال بيتم علاجهم عن طريق هيك قصص. يمكن إن شاء الله الأهل يكونوا قدرانين إنه يجيبوا أطفالهم لعلاجهم عن طريق الرقص والرياضة. العلاج مو دائما دواء، يمكن العلاج هو يكون نفسي أكثر من ما هو جسدي. رح نروح لنتابع الأطفال ونرجع مع بعض. يعني هي أجواء حلوة اليوم تابعناها ضمن هالجلسات للأطفال عن طريق الرقص وأيضا التمارين الرياضية. كيف بيتم آلية هالجلسات؟ كيف بيتم استقطاب الأطفال وكيف بيتم التعامل معهم لحتى يتم علاجهم بالفعل؟ يعني الطفل في له حساسية بالتعامل، كيف تعاملتي معهم؟ تماما، هلا خلينا نشرح للمشاهدين كيف بيصير الموضوع بشكل علمي بحت. هلا نحن في عنا برامج عصبيه بالدماغ، بنعرف انه هي كثير مهمه بالجسم للانسان، سواء على صعيد الهرمونات، الانزيمات، خلايا الجسم. فاي خلل بيصير ببرنامج او عده برامج بهي البرامج العصبيه بالدماغ رح يولد عنا السلوكيات اللي حكيناها قبل تجاه الاطفال او غير الاطفال. رح يصير في عنا تاثير على الصحه الجسديه والنفسيه. فعن طريق الرقص وكمان بيصير في عنا فصل بين العقل والجسد، ونحن بنعرف كتير منيح انه العقل والجسد لازم يكونوا دائما على اتصال ليعطوا الاشارات الصحيحه بين بعض. فنحن عن طريق الرقص بنكون عم نصلح هذا الشيء اللي صار، الخلل اللي صار بالبرامج العصبيه اكثر، تبعا لعلماء قبل شو قالوا، علماء اعصاب قالوا هذا الحكي طبعا باوروبا من 1940 هن واصلين له. بيقولوا انه هذا الخلل اللي صار عنا ببرنامج او باكثر من برنامج بالخلايا العصبيه نحن قادرين انه نرجع نعيد تنشيطه،
وقادرين انه نعيد فعاليته عن طريق الحركه. هون بيجي دورنا نحن كراقصين، كمدربين، كعلماء حركه، بانه نكون عم نساعد الطفل على انه يوازن بين عقله وجسمه. هلا الاليه بالضبط كماده ملموسه كيف بتصير؟ نحن بنختار ايقاعات تكون مناسبه للاطفال، يعني ما تكون كثير ايقاعات عاليه هي تضوجه للطفل بزياده، ولا انه تكون ايقاعات بطيئه هاديه تحبطه اكثر وتهديه للطفل، نحن ما بدنا هيك. نحن حسب كمان علماء، وحكيتي نقطه كثير مهمه اريج، انه التعامل مع الاطفال بده يكون حساس جدا ومهم. فنحن طبعا العلماء بيقولوا الايقاع لازم يكون متوافق مع نبضات القلب لحتى يكون دائما الطفل مرتاح وعم يؤدي الحركه بشكل صحيح ويفرغ الطاقه السلبيه. هلا نحن بنعطيه حريه للطفل اكثر بهذا النوع من الرقص، بانه هو يبتكر هي الحركات، هو يطلع هي الحركات عنده، ونحن هي الحركات بتدلنا على قصص عنده، بيكون عم يعبر عن شيء جواته، لهيك بتكون اهميه الحركه والرقص. هلا الاهل بس يجوا مع اطفالهم من بعد ما يحضروا هالجلسات الرياضيه الراقصه، شو النتائج اللي عم يحصلوا عليها؟ شو عم يخبروكم؟ شو عم يقولوا لكم؟ وكمان حابين نعرف راي الاطفال كمان كيف كان. تمام. هلا بهذا النوع من الرقص فينا نسميه الرقص العلاجي، الرقص والحركه العلاجيين، يجب انه يكون في مع المدرب ورقه وقلم، يكون عم يخزن شو عم يقولوا الاطفال، شو عم يعبروا، شو عم يعملوا. هذا الشيء كثير ضروري، انه نحن بعد ما نخلص الحركات والرقصات ندون هذا الطفل رقص هيك، معناها هو عم يعبر عن هذا الشيء. هذا الطفل انت شو رايك؟ انت شو استفدت؟ انت شو حسيت؟ هلا نحن من خلال هذا الشيء بنقدر نكتشف انه نحن فعلا عم يستفاد نتائج بالضبط. البرامج العصبيه بالدماغ فعلا فيها توازن، الجسم عم يتلقى المعلومات صح، عم يقدر انه يفرغ هي الطاقات. رح اقول لكم شو بيقولوا لي الاطفال. هلا في طفل اسمه عروه، بحب اذكر اسمه لانه كثير كان حريص، حتى قال لي بدي اعمل دفتر للرقص. قال لي انه حسيت حالي هوا، ما حدا قادر يمسكني، ما حدا قادر يسيطر عليه. لكن المفردات اللي عم يختارها، ايه يعني انا بتفاجئ، بقول ممكن من اول جلسه ما يقدروا يعبروا، بس هن كثير قدروا يعبروا، وهذا الشيء المطلوب انه الطفل يقدر يعبر. يعني هي مرتبط بعمر معين ولا جميع الاعمار ممكن انه تتجاوب، ولا في اعمار معينه لا بدها شغل شوي، وفي اعمار معينه لحالها بتلاقيها بلشت ترقص مثل ما قال عروه بتصير هوا حدا بيقدر يمسكها؟ شكرا لسؤالك سالي، جدا مهم. هلا نحن كل الاعمار مهم انه تمارس هذا النوع من الرقص. فينا نقول من عمر 3 سنين ل 16 سنة، هذا العمر النموذجي جدا انه الطفل يمارس هذا النوع من الرقص، ولكن اهم عمر انا بنظري من 3 ل 5 سنين. ليش؟ لانه وقت يتعرض الطفل بهذا العمر لصدمة معينة، هي الصدمة بتترك اثر عنده طول العمر تماماً. اذا ما تفرغت بشكل صحيح. تماما. قديش ثقافة العلاج النفسي للاطفال عن طريق الرقص؟ هلا ما رح نقول علاج نفسي بمعناها العريض، يمكن تفريغ طاقة الطفل وشحنه بطاقة إيجابية تفيده بحياته وتفيده بدراسته وأيضا بمجتمعه بين رفقاته وأهله. قديش لازم يكون في وعي عند الأهل لحتى هن يجوا ويدخلوا أولادهم بهيك جلسات وبهيك إذا فينا نقول دروس رياضة أو دروس رقص؟ طبعا انا كثير بركز على هي النقطه، لانه الطفل مثل ما حكينا هو مو عرفان شو عم يصير معه، والطفل هذا الطريق كثير مناسب وسلس للطفل وممتع، لانه الطفل بحب يتحرك، بحب يفرغ. يعني الاهل يعني بتوقع نحن صرنا بوقت وبزمن الاهل عم تعرف وعم توعى انه الرقص الرياضه هي عباره عن تفريغ للطاقه السلبيه عند الطفل، وبتقدر انه تغير له من مزاجه شوي، فانا بشجع كثير على هذا الموضوع صراحه. اليوم هي بنهايه حديثنا معك، شو بتحبي توجهي كلمه لكل الاهالي على هذا المشروع المهم، وشو الجديد عم تحضروا له بما يخص الاطفال وعلاجهم النفسي؟ تمام. انا بوجه رساله للاهل انه انتبهوا للرسائل
اللي عم يعطوكم اياها اولادكم، سواء من نظره اوقات بتطلع، سواء من حركه عم تطلع، نحن ما بنعرف نفسرها كثير منيح، بس لازم نحاول نفسرها. المشاريع اللي جايه هي للكبار، هي تشبه مشروع للصغار، بس طبعا الكبير بيبقى في عنده وعي اكبر، بيبقى هو قادر انه يساعد حاله اكثر، فهذا الشيء مشجع انا بشوفه. بدنا نتشكر وجودك معنا، بدنا نتشكر ايضا هالنشاطات الفعاله اللي عم تقوم فيها، وخاصه التي تتضمن شريحه الاطفال. نورتي صباحنا واهلا. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لك هي ابراهيم، مدربه رياضه ورقص. شكرا كثير لك كوتش. شكرا لك اريج.